بعد استمرارها لعشرة أيام انتهت العملية العسكرية الإسرائيلية ضد مدينة جنين ومخيمها، وانسحب الجيش الإسرائيلي، لكن حجم الدمار كبير وظل شاهدا على هول هذه العملية. الجرافات والآليات الفلسطينية تعمل على ترميم ما يمكن ترميمه لإعادة بعض أشكال الحياة وتسهيل حركة المواطنين وتحديدا طلبة المدارس. بلدية جنين تقول إن حجم الدمار فاق 70% في البنية التحتية، فيما قالت الحكومة الفلسطينية إنها مستعدة لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، في وقت يرى فيه مراقبون أن حجم الدمار كبير وقد يفوق قدرات الحكومة الفلسطينية. من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فالح نصير، فالح الحدث.